مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع، انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء أيام الأحد والاثنين والثلاثاء أجواء صيفية عادية في النهار ولطيفة ليلا، ودرجات الحرارة حول معدلاتها، الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن الخميس والجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، أجواء صيفية عادية نهارا لطيفة ليلا، درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 32 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 30-20، والمرتفعات الجنوبية 29-19، الأغوار البحر الميت 39-40 العظمى، والصغرى بحدود 28 درجة مئوية، أجواء حارة، وأيضا أجواء حارة في العقبة 40-41 العظمى والصغرى 29، المناطق الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة وحارة نسبيا 33-23، وأجواء مغبرة وحارة في المنطقة الشرقية والبادية الشرقية، والعظمى المتوقعة 38 والصغرى 21 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الصيفية العادية في النهار ودرجات الحرارة حول معدلاتها، وأجواء لطيفة ليلا، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 32 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 30-21، والمرتفعات الجنوبية 28-20، والأغوار البحر الميت العظمى بين 38-39 والصغرى بحدود 28-27 درجة مئوية، والعقبة أيضا أجواء حارة 39-28 درجة مئوية، والبادية الجنوبية الشرقية 31-21، والبادية الشرقية 36-22. فبنلاحظ يوم الاثنين أيضا تنخفض درجات الحرارة عما ستصل إلى يوم الأحد بحدود درجة إلى درجتين، وبتكون حول المعدل أو أقل من المعدل ما بين درجة إلى درجتين. يوم الثلاثاء ارتفاع قليل بحدود درجة أيضا عن عما وصلت إلى يوم الاثنين، هذا يوم الثلاثاء. الثلاثاء برضو تبقى الأجواء صيفية عادية، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها. أنه بحب أشير هنا إلى أنه معدل درجة الحرارة العظمى في عمان بحدود 31 ومعدل الصغرى بحدود 20. درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 33 العظمى والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 31-22، الأغوار البحر الميت 40-28، وخليج العقبة 40-29، أجواء حارة في الأغوار والعقبة، وأيضا في المرتفعات الجنوبية 29-21، والمنطقة منطقة البادية الجنوبية الشرقية 32-22، وأجواء حارة نسبيا إلى حارة في البادية الشرقية 36-23 درجة مئوية. الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء تقريبا ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، حارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، المناطق الشمالية العظمى 34 والصغرى 22 أجواء حارة نسبيا، المرتفعات الوسطى 32-33، صيفي عادي إلى حار نسبي 32-23، المرتفعات الجنوبية 30-21، والبادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا 33-22، وأجواء حارة نسبيا إلى حارة في البادية الشرقية 37-23 درجة مئوية. الخميس ارتفاع آخر واضح على درجات الحرارة، تصبح الأجواء ما بين حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة، وبتكون درجات الحرارة أعلى
أعلى من معدلاتها، على الأقل ما بين 3 إلى 4 أو 5 درجات مئوية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 37 والصورة 24، المرتفعات الوسطى 35 إلى 25، والمرتفعات الجنوبية 31 إلى 23، والأغوار والبحر الميت 43 إلى 30، وخليج العقبة أيضا 43 إلى 30 درجة مئوية. أجواء حارة في الأغوار والبحر الميت وأيضا خليج العقبة، حارة نسبيا الأجواء في البادية الجنوبية الشرقية 35 العظمى والصغرى 27، والبادية الشرقية أجواء حارة العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية 34-22، المرتفعات الوسطى 33-34 العظمى بتكون، والصغرى بحدود 23، الأغوار البحر الميت وخليج العقبة أجواء حارة والعظمى بحدود 42 والصغرى 30، والمرتفعات الجنوبية 31-22، والبادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا إلى حارة 36 إلى 25، وأجواء حارة في البادية الشرقية 40 إلى 24 درجة مئوية. مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع